كابتن يوسف. مساء الخير يا الو، كابتن يوسف، مساء الخير. مساء الخير يا امير، عامل ايه؟ ازيك؟ ومساء الخير على كل مشاهدينا الكرام، ومبروك طبعا على الجائزه الجميله. الله يبارك فيك. يعني فعلا جائزه مشرفه، وربنا يكرمك كده ودايما بالتوفيق والنجاح. انت يعني اعلامي جميل ربنا يخليك حبيبي. ومقدم برنامج من اهم البرامج في قناه الاهلي، ان شاء الله يبقى من اهم البرامج يعني في القنوات المصريه كلها. أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن يوسف والله على الإشادة دي، ودي شهادة بالنسبة لي يعني. لكن في كل الأحوال أنا عايز أسألك سؤال مهم، أنت امبارح كسبت ولا خسرت في ماتش الخماسي؟ سامعني يا كابتن يوسف؟ ألو؟ أه يا كابتن يوسف سامعني؟ أه معلش، أه عشان ماشي على الطريق. لا ولا يهمك، بقول لك كسبت ولا خسرت امبارح في ماتش الخماسي؟ امبارح أنا كسبنا 3-2، بس أنا طبعاً ما لعبتش. أه موقوف ولا إيه؟ لا مش موقوف ولا حاجه، بالعكس كنت احب العب، بس طبعا قلت يعني موجودين هم اللي يقوموا بالدور يعني. وانا كنت يعني رجلي تعبانه شويه، نسيتها بتمرن عموما، فقلت اريح بفرصه يعني. الف سلام عليك يا كابتن يوسف. انا عايز استغل طبعا تواجد حضرتك معانا ونتكلم في بعض الملفات بتحديد المنتخبات الوطنيه. ابتدي معاك بالمنتخب الاول، المباراه الاولى تعادلنا مع كينيا 1-1، عايز اعرف تقييمك للمباراه دي ايه، وفرص المنتخب في مباراة بكرة مع جزر القمر. يعني بص طبعا انا يعني تقييم اقيم جهاز او اقيم مدرب او منتخب في اول مباراة رسمية هيبقى صعب جدا. يعني انا شايف كان ممكن المباراتين، يمكن لعبنا مباراة او مباراتين بالشوانة، وفي مباراة تانية غالبا برضو كانت ودية متذكرها دلوقتي. ليبيريا ليبيريا. انا شايف المباراتين ضعاف جدا بالنسبه للمنتخب، يعني دايما المنتخبات لازم نلعب مع صف يعني زي مستوى اول او مستوى ثاني، ما نقلش عن كده. اذا كنا عايزين نكبر اذا كنا عايزين نكبر وعايزين نعمل اسم كبير قوي ونكبر اسمنا ونحتك كويس جدا ونطلع، خصوصا ان انت معاك الجيل الحالي، جيل سنه كله صغير ومحتاج يعمل مباريات قويه جدا. عندك 4 5 محترفين، بس الباقي لازم يلعب ولازم يحتك بمدارس جامده جدا ومدارس في المستوى الاول عشان الخبرات تزيد والاحتكاك يزيد والثقه تزيد، وانت كمان تقييمك ليهم يبقى واضح. لما انا العب قدام ليبيريا واجي اقيم لعيب غير لما اقيمه وانا بلعب قدام منتخب مثلا الارجنتين او منتخب تشيلي، او لو دخلت مثلا على اوروبا تلعب مع منتخبات من المستوى الاول او الثاني. هي دي المباريات اللي بتكبر وتلعب مع الاسم الكبير ده، فانت بتكبر واسمك بيكبر واسعار لعيبتك بتزيد وحاجات كتيره جدا، فوائد كتيره جدا. اخرها خالص ممكن تبقى حاجه خساره بسيطه قوي ان انت تخسر اكثر 2 اكثر 3، وما يبقاش في خوف، لان برضه انا بحس ان يبقى في خوف شويه من ان انا العب مع منتخب كبير او اخسر. النتائج الثقيله ما بقتش كثيره قوي يعني، فين وفين يعني، هتخسر 1-0 2-1 2-0، بس في النهايه هتستفيد يعني. ده اذا خسرت ممكن تكسب ممكن تتعادل. فدي بس كانت النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها. لكن التصميم بالنسبه لجهاز فني او منتخب عموما في اول مباراه ده بدري جدا. طب الاسباب مثلا، الاسباب في التعادل ايه؟ لا الاسباب كثيره، الاسباب انا طبعا انا شايف ان الكابتن حسام لسه ما خدش الوقت اللي يقدر يحط اسلوبه او يحط الاستراتيجيه بتاعته في اللعيبه في المنتخب. دي نقطه، رغم ان هو قعد فتره طويله بيعد، لكن لسه محتاج وقت عشان ينقل الفكر بتاعه للعيبه، لان برضه اللعيبه مش تحت ايده على طول. دي حاجه. ثاني حاجه برضو انا شايف وجود اصابات، يعني مثلا محمد صلاح فرق معاك جدا. طبعا طبعا. عندك حمدي فتحي في وسط الملعب فرق معاك جدا. عندك رامي ربيعه من اللعيبه اللي تقدر تضيف اضافه قويه جدا في الحته الدفاعيه. عندك كهربا برضو لعدم وجود روس حربه، فاشترك كهربا في مركز راس حربه، وكهربا من اللاعبين الاطراف المميزين جدا في مصر. طبعا. يعني لاعب من اللاعبين الاطراف اللي هم يقدر يعمل لك اضافات قويه جدا.
نقطة برضو يعني وجود إصابات بشكل في يعني عدد كبير، هو دي ممكن برضو من الحاجات اللي أثرت شوية. تمام. وأعتقد إن إحنا ممكن يعني جزر القمر امبارح بكرة قصدي مباراة، أنا أعتقد إن أنت تقدر تفوز، لازم تفوز عشان تعيد الحسابات مرة أخرى، وما نقعدش نفكر إن هي كسبت توجو، كل مباراة ليها ظروفها، ممكن كسبت توجو في توجو ظروف المباراة مشيت كده، لكن أنت لو نزلت حاطط في دماغك إن هم كسبوا توجو وإن أنا جاي لهم على ملعبهم وكده مش هيبقى تفكير سلبي، والتفكير السلبي دايما بيجيب نتائج سلبيه يعني. اكيد. طيب المنتخب الاولمبي يعني وفرق كبير جدا في المستوى، اول مباراه بتاعت مالي كان الاداء سيء، لكن انا بتكلم على الفرق ما بين مستوى المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، بتشوف المنتخب الاولمبي ازاي والاسباب اللي ادت للوصول للمرحله الحاليه والحاسمه كمان ان شاء الله باذن الله في التاهل لاولمبياد طوكيو يا كابتن يوسف؟ بصوا طبعا ان شاء الله اتمنى لهم التاهل طبعا لمنتخبات اولمبياد طوكيو 2020. المنتخب الاولمبي بدا يعني البطوله بتدرج، اول حاجه دخل مباراه مالي وكانت مباراه كلنا قلنا الاداء ما هواش فعلا يعني على المستوى المأمول، وده نتيجه برضه المباريات الوديه اللي قبل البطوله ما كانتش على مستوى قوي، يمكن فتره كده قعدوا ما لعبوش مباراه وكان كل الناس بتطالب او كل المسؤولين بيطالبوا ان يبقى يتعمل مباراه، وهم قالوا ان احنا خايفين عشان ما يبقاش فيه اصابات، لان كابتن شاوي غريب فقد برضه عدد كبير قوي من الاصابات، يعني فقد محمد محمود وفقد كريم بيدريد وفقد طاهر محمد طاهر وناصر ماهر في البطوله، يعني فقد عناصر كبيره جدا، محمود مرعي يعني فقد عناصر كبيره جدا نتيجه الاصابه، لكن ماشيين خطوه بخطوه بشكل مميز. الصوت معانا يا جماعه الله راح فين؟ معانا كابتن يوسف؟ كابتن يوسف الصوت قطع، الخط قطع. طيب هنحاول نجيب كابتن محمد داي. فبقول لك بس المنتخب الاولمبي ماشي بخطوات تدريجيه وبيأدي بصراحه بشكل يعني في تصاعد هايل. مباراه غانا كانت مفتاح يعني مهم جدا للبطوله ومباراه جميله، وبعد كده المباراه اللي فاتت طبعا قدروا يفوزوا على الكاميرون بهدفين جمال. اللي انا عايز اقوله ان احنا قدامنا جنوب افريقيا قبل النهائي، لازم طبعا وده اكيد يعني الكابتن شوقي والجهاد طبعا على مستوى عالي كلهم خبرات ان هم ينقلوا ده للعيبه، مهم جدا ان احنا يبقى علينا على البطوله، مش بس هدفنا الاتفاق ان احنا نوصل الاولمبياد، احنا لازم او ان شاء الله يعني نبقى الهدف هو ان احنا نبقى ابطال الامم الافريقيه تحت 23 سنه، البطوله بتقام على ملعبنا ولاعيبه مميزه وجهاز فني على مستوى عالي وكل الحاجات ميسره، والمنتخب ده بيعد بقاله سنتين بالظبط من 2017، فكل حاجه ميسره ان احنا نفوز ببطوله الامم الافريقيه. ابرز وان شاء الله يعني كلنا بندعم المنتخب وبندعم جهاز كابتن شوقي غريب، واحنا يعني عايز اقول ايه ان احنا في الوقت الحالي عندك اثنين مدربين محترمين جدا، كان الكابتن شوقي غريب في المنتخب الاولمبي بالظبط، والكابتن حسام البدري في المنتخب الاول، اثنين مدربين وطنيين عندهم خبرات كبيره واداروا منتخبات وقبل كده واداروا انديه كبيره قبل كده، ويقدروا ان هم يمشوا بمسيره المنتخبين ان شاء الله للنتائج اللي متفق عليها واللي من اجلها تم التعاقد معاها. طبعا ابرز اللاعبين لفتوا نظرك في المنتخب الاولمبي يا كابتن يوسف؟ لا والله لفت نظري لعيبه كتير، عندك حراسه المرمى صبحي ماشي يعني معدلات كويسه مش وحشه، عندك اسامه جلال في خط الظهر برضه معدلات يعني بصراحه كلهم كويسين، فتوح بيعمل مباراه بطوله حلوه قوي فعلا. عايز اقول كريم العراقي برضه بيقوم بواجبات المباراه اللي فاتت، عمل عرضيه حلوه قوي لمصطفى مصطفى محمد طبعا نجم الشباك فعلا. يعني بصراحه اربع اهداف وهداف البطوله وعلى فكره مصطفى محمد يعني انا كنت متوقع له ان هو يتالق من ايام ما كان في طنطا فعلا، لانه لعب قدامي وانا كنت في بتروجيت وكنت متابع فريق طنطا كويس قوي، لان كانت مبارياتي دايما باخد انا من لعيبه طنطا يعني باخد من
من فريق طنطا، فكنت دايما بشوف مصطفى محمد واتفرج عليه، وكنت يعني متوقع له ان هو هيبقى قوي جدا. ده الكلام ده في 2017 يعني من سنتين، لكن هو ماشي معدلات كويسه. يأتي طبعا على راس المنظومه بقى وراس اللعيبه دي كلها بتتكلم في رمضان صبحي. رمضان بيعمل بطوله حلوه جدا، طبعا لابد ان هو يركز قوي كمان في قبل النهائي والنهائي ان شاء الله، عشان دول هيتوجوا المجهود اللي عمله. رمضان من اللعيبه المميزين، ويمكن صعدته انا في 2014 لعبته مع الفريق الاول عندنا، وكان لاعب مميز جدا وعنده خبرات، الخبرات دي زادت وخد ثقه وخد زي ما بنقول كده ثقل فني حلو قوي من التجربتين كمان اللي خاضهم، سواء في ستوك سيتي او في هارتفيلد الانجليزي. فالبريمير ليج بيتقل، بيخلي لعيب تقيل وبياخد لعيب ثقه. رمضان ماشي بمعدلات حلوه قوي وعامل بطوله جميله جدا وفارق قوي مع المنتخب. برضو عندك يعني في برضو عبد الرحمن مجدي عامل لعيب كويس قوي فعلا، بصراحه عمل تجربه حلوه قوي وعنده ثقه عاليه قوي في نفسه. صلاح محسن برضو يعني ادى بشكل كويس قوي، بس ما بيلعبش في مركزه يا كابتن يوسف، يعني ما بيلعبش في مكانه. نعم؟ ما بيلعبش في مكانه، بس ده ممكن يكون مؤثر عليه شويه. يعني انا بص ضد قوي معلش انه بيلعب مكانه او مش مكانه، هو بيأدي بشكل كويس جدا، لكن صلاح عنده اداء احسن من كده كمان. بالظبط. ويقدر كمان صلاح من الحاجات المميزه ليه انه بيقدر يحرز اهداف من فرص قليله. فاعتقد يعني صلاح لعب في الطرف في مباريات فريق انبي في ماتشات كتيره جدا مع الكابتن ايهاب جلال قبل ما يجي نادي الاهلي. فبيقدر صلاح من اللعيبه المميزين واللعيبه الاذكياء جدا، وعارف واجبات المركز ده وعارف واجبات المركز لما بيلعب راس حربه كويس، لكن هو مميز اكتر في الراس حربه. بالظبط. مميز اكتر، لكن بيلعب طرف برضه، يعني ممكن يلعب طرف ويبقى راس حربه تاني في الهجمات اللي هي من ناحيه الشمال. فبس هو ممكن يكون يعني اكيد هيبقى موفق ان شاء الله في الفتره الجايه ان شاء الله. عايز اختم مع حضرتك يا كابتن يوسف بالنادي الاهلي، وكيف تتوقع عوده الفريق فنيا عقب فتره التوقف، وخصوصا بعد الاداء المبهر والجيد جدا مع مستر فيلر منذ بدايه توليه المهم. هو بص طبعا يعني عايز اقول الـ 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 النادي الاهلي كان قبل التوقف كان اعلى فورمه في ال 18 فريق اللي في الدوري الممتاز، وانا كنت اتمنى ان يمشي بقى بالريتم ده وتخش عليك بطوله افريقيا كل الحاجات دي، لكن يعني تأدي الرياح بما تستاهل الصفر زي ما بنقول. فوقف الدوري وقف، انا خايف بس شويه مش عارف بحكم ان انا اهلاوي زي كل اهلاوي بيشجع النادي الاهلي، ان الفتره كلها عدت وما عملناش اي مباريات وديه. هي اول مباراه يوم الثلاث ان شاء الله، اول مباراه يوم الثلاث. فطبعا مش عارف هل ده مستر فايلر مخطط له، في مدربين ما بيحبوش يعملوا مباريات وديه، بس مقابل بيبقى تدريبات معينه باحمال معينه. في مباراه وديه انت فوائدها كبيره قوي ان انت بتجهز لعيبه تكون بعيد عن اللعب، وبتلاقي جاهز لعيبه راجع من اصابات، والحالتين دول عندك. بالزبط. يعني انت عايز تدور على بديل لحمدي فتحي، فعايز تدي ناس تدور على تجهيز لعيبه راجعه من اصابات. وليد سليمان عندك لعيبه بقى لها فتره كثيره جدا ما بتلعبش، زي الشيخ اكرامي وعلي لطفي ووليد سليمان وحسام عاشور وسعد سمير. بالزبط. يعني عندك لعيبه كثيره جدا تقدر تعمل لهم ماتشات وديه قوي، عشان كثيره قوي عشان تجهزهم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نتمنى ان الفتره دي ما تاثرش على مستوى النادي، يعني يرجع يكمل بنفس الريتم اللي نهى فيه يعني. ان شاء الله باذن الله. كابتن يوسف انا بشكرك شكرا جزيلا على المداخله دي، وفي الحقيقه مداخله مهمه وقائمه جدا مع نجم كبير من نجوم النادي الاهلي السابقين والمدرب العام السابق في الجهاز السابق.